كنت بشتغل في شركة اسمها ليو. عارفين الفيوسيكورت؟ فيوسيكورت والفيوسيدين. كنت بشتغل في شركة اسمها ليو فترة كده قبل مش عارفة امتى، 2012 باين، مش فاكرة، او 2011. كان المدير بتاع الشركة دي راجل عظيم جدا، مش هقول على اسمه، رئيس مجلس الإدارة عشان هو مش موجود دلوقتي في الشركة يعني. كان عامل يافطة كده جميلة قوي كنت أحب أقراها. كان عامل يافطة بالإنجليزي فيما معناه يعني إن محظوظ قوي اللي شغله هو هوايته أو الشغل هو شغفه. مين فيكم شغله هو شغفه؟ أنا شغلي شغفي. أهلا يا حلوين، دي حيل تجميلية تيك توك الجزء الثاني. طبعا انتوا عارفين من الجزء الاول، اللي شافت الجزء الاول واللي ما شافتش الجزء الاول هتلاقيه في صندوق الوصف في البلاي ليست بتاعه الميك اب. هتلاقي ده حيله ان انت بتجيبي الميك اب، بتجيبي الفاونديشن بتاعك. انا ما استخدمتش الفاونديشن ده، ما استخدمتش ده عشان الابليكيتور بتاعه عامل زي المانيكير كده، فمش هينفع ان هو اعمله دروبنج جوه او احطه جوه الميه. طبعا الميه تكون من الفلتر يستحسن يعني، او معدنيه بقى حسب انت حالتك الماديه يعني عادي. انا حطيت ميه من الفلتر وحطيت اللي هو مش فاونديشن بقى، حطيت كونسيلر بتاع انفينيتي كويس، في جزء كبير الريتينول يعني موجود عندنا تقدري تطلبيه، فهو يعني موجود في اماكن كتيره. حبيته، من الحاجات اللي حبيتها، بس مش بستخدمه طول الوقت يعني، في حاجات كتيره تانية بستخدمها. تواصلي معايا على اللينكات اللي موجوده في صندوق الوصف هتقدري تعرفي الانسب ليكي. بصي بقى هنا بقلبه، حسيت ما اعرفش يعني مش زي ما كان موجود في التيك توك او في الفيديوهات اللي عند الاجانب. لا هو داب في الميه، حسيته داب في الميه، فقلت الحق اللي باقي منه، بس النتيجه كانت حلوه. بصوا الحيل دي تنفع تكون يوميه يعني. يعني انا هعمل لكم الحيل دي على 3 اجزاء عشان ما يطولش قوي الفيديو منكم. تمام مني. كانت وقعت على وقعت على البلوزه. انا بحب البلوزه دي قوي، اصلها خفيفه مش عارفه بحبها جدا. حطيت اللي هو الحاجات اللي طالعه دي من الميه حطيتها على بشرتي. وانا كنت هنا بقول لكم انا ضد ان انا احط اي حاجه على البرودكت، يعني مثلا ما احطش زيت على الماسكاره، ما احطش ميه على الفاونديشن. كانت ظريفه، بس انا اخاف بصراحه، ما اضمنش الميه فيها ايه، الميكروبات ايه، ما اضمنش. احنا ماشيين برضا ربنا كده، اللي هو الفرشة اصلا ممكن يكون عليها ميكروبات، فاحنا ما نضمنش الحاجات دي. فخلي البرودكت زي ما هو، عشان برضو بقى كنت بقول لكم هنا يعني اللي بتسألني مثلا ازاي اعمل تنت في البيت، والله يا حبيبتي ما فيش حاجة اسمها تعملي تنت في البيت. اللي بيقولك لون طعام على جليسرين ده بيخدعك، عشان هيحصل لك بعد كده ان يحصل تعفن للمادة نفسها. احنا بنحط مواد حافظة، شركات التجميل وشركات الادوية لازم بتحط مواد حافظة لكل حاجة علشان ما تعفنش يعني. يا اما تحفظيها في التلاجة، اعملي جليسرين على مادة طعام بس حطيه في التلاجة. انتي وبقى طول بالك. هنا بوزع انا حسيته خفيف قوي قوي قوي، حسيته خفيف على البشرة، بس انا يعني عشان اكمل في الحيل اللي بعد كده ما عرفتش الفنش ايه يعني. فانتوا تابعوني على الانستا وعلى التيك توك وعلى الحاجات اللي موجودة في لينك التواصل اللي هو في البايو، بس انتوا اكيد شايفين النتيجة ظريفة خفيفة. انا هنا بقول لكم حاسة ان هي خفيفة قوي على بشرتي، والتغطية كويسة، وتحسيها فلترد شوية يعني. هي حيلة ظريفة وعجبتني، لكن انا ما بحبش اضيف اي حاجة، انا عن نفسي مش هعملها في حياتي اليومية يعني. ما بحبش اضيف، انا هنا بقول لكم ما بحبش اضيف اي حاجة على اي برودكت علشان ما بوصش الكيمياء بتاعته. انتي مش ضامنة حتى لو حطيتي زيت زيتون، رغم ان هي حاجة طبيعية، ما انتش ضامنة انك لو حطيتي زيت زيتون على زيت ذرة هيعملوا ايه. هيعملوا زيتون بالذره، ما انا عارفه، بس ما تضمنيش الماده، التفاعل المواد مع بعضها عامله ازاي. عشان كده برضو تجنبي الوصفات، حطي زيت زيتون على زيت كمون على زيت ليمون، الجو ده حاولي بعيد عنه. على انا عارفه ان الجو ده الحاجات دي اقتصاديه، لكن اضرارها ما بتبقاش اقتصاديه خالص، واحنا بيجيلنا حاجات كتيره غلط في الصيدليه او في العيادات بسبب الامور دي كلها. خلي بالك من الامر ده كله. اعرفك بيا هبه، ليه خبره كبيره في مجال الادويه والتجميل، وهقدر افيدك. عشان كده حاطه لك لينك واتس تواصلي معايا، احجزي ميعاد، قولي لي مشكله بشرتك او شعرك عايزه تحليها ازاي، اللايف ستايل بتاعك، وبقول لك على انسب روتين وايه المنتج اللي ممكن يكون مناسب معاكي وازاي يوصلك او ازاي تطلبيه عموما يعني. يلا اعملي لايك واعملي سبسكرايب، هتلاقي انا عجبني يعني، انا عجبني. شايفين حتى جميل
على البشره، مدي ضي حلو او جلو حلو كده. يعني اساليني برضو في الكومنتات وقولوا لي في الكومنتات مين وصلت لحد هنا تقول انا بطله وانا عسل او انا جميله. انت يعني قولي انت جميله. وبقول لكم هنا حاسه ان وشي مش متغطي قوي او يعني احنا دايما الميك اب ما بيحبش الفاونديشن قوي كتير، فده هيبقى حاجه سيمبل قوي. رايحه بقى تقابلي عريس، رايحه تقابلي خطيبك، مش عايزه ابقى شكلك ناتشرال. ممكن تعمليها مره ولا حاجه في الشهر. تراني اتأثرت بالحيله الجايه دي. هي حيله ملهاش لازمه، بتجيب الراب او اللي هو الاسترتش بتاع اللي ما بعرفش اعمله ده، اللي دايما ببوظه وبيبرم على بعضه، ما بعرفش اعمله. اكتر حاجه في البيت ما بعرفش اعملها ان انا الم بتحطها، البنت حطتها على خدودها كده. الايه يعني بتحط كريم الاساس فوقيها وتشوف هتبقى فلترد ازاي او هتبقى ازاي فلولس، يعني اللي هو ايه ناعمه. قال يعني يعني مثلا ايه يعني عشان بشرتنا مثلا مش ناعمه مثلا، فهو ده هيبقى مش هيبقى ناعم. بس انا ما لقيتوش ناعم اصلا، يعني هو كرمش اساسا لوحده بنحطه كده. يعني انا كنت مخن يعني كنتش عايزه اقوم عشان ما يبصش التصوير خالص، رغم ان هو كنت بصور وبتكلم وفاكره ان المايك شغال ومركبه المايك اهو، بس ما اشتغلش يعني. فصل. حطيت الكريم الاساس بس، ما يعني الحيله ما يعني ملهاش اي لازمه. هحاول اقرب لكم الفيديو. الحيله ملهاش اي، بس شايفين شايفين يعني انت ممكن تعملي كده. قولي لي في الكومنتات ممكن تعملي الاسترتش، ورق الاسترتش ده والله هي حلوه كحمايه للبشره. تصدقوا فكره جميله. هي حلوه جدا كحمايه للبشره. يعني عجبتني، بس احنا لو نعرف نلبس قناع زي ده ومن غير ما يلزق هيبقى حاجه ظريفه. قربنا خلاص نخلص فويس اوفر وهنخش بقى على الصوت الحقيقي، لكن ان تقريبا كان الصوت اتظبط. هنا هنيجي على الحيله الاشهر في التيك توك، اللي هي الحيله بتاعه الماسك بتاع الفحم او الماسك الاسود، ماسك البشره ده اللي هو البيل اوف، تمام، اللي بتفرديه على البشره وتحط فوقيه كريم الاساس. قولوا لي في الكومنتات ان تستنوا يعني هتفتكروا فعلا الحيله دي هتنفع، بس هل انتوا ممكن تعملوها؟ انا عن نفسي مش هعملها مهما كان كريمة اساس بتاعي تغطيته عاليه، بس انا قلت اعملها ليه، يعني انضف بشرتي، اعمل تنظيف بشره بس. شفتم بقى بتعب في الفيديو كتير قوي. هنبتدي طبعا انا لازم هرطب بشرتي الاول بالمرطب بتاع ايفون، عجبني الايام دي بصراحه، شلت البيرسينج وشلت الحاجات. ليه؟ قبل ما بتعملي البتاع ده، قبل ما تعملي ماسك الفحم ده، بشرتك تبقى مسام مفتوحه او مترطبه، علشان لو يعني هياخد الرؤوس السوداء ويطلعها بره. الكريم هيخلي، شفتوا بتاع الشفايف مخلي شكل الشفايف حلو قوي. الكريم هيخلي الرؤوس السوداء او الرؤوس البيضاء اللي تحت الجلد تبقى طريه شويه ويشدها ويطلع بيها، وده اللي احنا عايزينه. فانا هعمل ايه يعني ماسك وفي نفس الوقت بعمل لكم الهاك. يعني انا ببقى ايه برضو الهاك بتاعه الرموش كانت كويسه، بس هي خطر شويه. شوفوها برضو لو الفيديو ده متقسم على اجزاء، واعملوا لايك واعملوا سبسكرايب. انا تعبت في الفيديو ده، بس ايه رايكم في الماسك بتاع الشفايف؟ بجد حلو قوي، بيخلي شكل شفايفك جميل وناتشر وسكر ونونو، رغم ان انا متقله اللون يعني، بس انا شكله حلو عليا، انا حاسه ان هو جميل. انتوا رايكم ايه؟ صوت القطر من الحاجات اللي بترعبني. يا ترى انتوا سامعين صوت القطر ولا البتاع مش شغال اصلا؟ كاميرا اوف، سمارت فون، ماشي شغال والله، المفروض شغال يعني. طيب هنعمل الهاك او هنعمل التركية، تقولوا عليها هاك ولا تريك. اتمنى لما الفيديو ده ينزل اكون وصلت لعدد كبير من المتابعين. بحب كده، بحب يكون لي ناس اقدر افيدهم. حاجة جميلة، وحاجة جميلة ان انا يعني اعمل الشغف او الحاجة اللي انا بحبها، وانصح البنات وانصح نفسي كمان. طبعا انا زي ما قلت لكم بيتعمل كده، فانا هغطي وشي اصلا بالبتاع ده، بس هركز على المنطقه بتاعه الرؤوس دي عشان انا بشرتي دهنيه. وهنعمل الماسك، بحاول اتجنب منطقه تحت العين شويه علشان ده بيل اوف ماسك، بيبقى يعني صعب شويه على المنطقه دي، مع ان ساعات في ناس بتعملها والله. بصوا يا جماعه، كل شيخ وليه طريقه، كل دكتور وليه طريقه.
في دكاتره بتقولك يعني حاجات غير بعض. يعني انا ليا واحده قريبتي يعني هي راحت لدكتور, يعني راحت لدكتورين عشان حاله مرضيه عندها حاجه معينه عندها, والدكتورين كل واحد فيهم بيقول كلمه شكل فعادي. يعني هل ده معناه ان الدكاتره بتضحك عليكم؟ لا طبعا, بس كل دكتور وليه طريقه. انت قربت تخلص ولا ايه؟ انا بحب الماسك الفحم ده قوي وما بستغناش عنه, يعني انا ما بستغناش عنه في حياتي بس ما بستخدموش كتير. خلوا بالكم غلط ان انت تستخدميه كتير. حاسه اني عامله زي الواد بتاع هنجوزك هنومه. خلاص هنجوزك هنومه, خلاص بياخد وقت على ما بينشف, بس ما تعمليهوش كتير عشان حاجز البشره تحافظي عليه. انا اصلا على ما ينشف هبتدي اعمل ارتب الاوضه من الحاجات الكتيره اللي عملتها في الفيديو, وابتدي بقى افكر في افكار فيديوهات تانية. قولولي في الكومنتات عايزين فيديوهات عن ايه, اقدر افيدكم ازاي. خبرتي اكتر من 10 سنين في الادويه والتجميل وشركات كبيره كمان. احب ابعت لكم السي في بس انا دلوقتي عشان ظروف معينه عندي مش يعني موقفه شغل شويه, او يعني بشتغل في الشركه اللي انا فيها دي اللي هي بتبيع منتجات التجميل وادوات التجميل, كل حاجه ليها علاقه بالتجميل حتى الاكسسوارات بتبيعها. فده شغف بالنسبه لي, انا حابه الشغل ده. شجعوني بقى. هتشجعوني ازاي؟ هتشجعوني بالكومنتات وباللايكات وبالحاجات الجميله. حب الناس ما بيطلبش, بس يعني هو لازم في اليوتيوب بنفكركم بكده عشان ده بيفرق في وصول المحتوى. ولما يعني انا لما الفيديوهات بتنجح بصراحه الشركه عندنا بتعمل خصومات على المنتجات, فانتوا مستفيدين. يعني فالشير هيفرق جدا. بحب الماسك ده, بحبه جدا, بس زي ما قلت لكم كفايه يبقى روتين عناية شهري او نص شهري. يعني انا مش عارفه هو ده منتج قد ايه في الفيديوهات اللي هي ما كانش فيها صوت دي, او الصوت انعزل منها ما اعرفش ليه, رغم ان اللي قبلها يعني انا ما كنتش غيرت اصلا, ما كنتش عملت اي حاجه, بس اللي قبلها كان الصوت تمام. يلا مش مشكله, همنتجها بقى. برضو بحب المونتاج قوي, برضو هو شغف وانكتب علينا, شغف وانكتب علينا. عارفه لما يبقى عندك شغف. كنت بشتغل في شركه اسمها ليو, عارفين الفيوسيكورت, فيوسيكورت والفيوسيدين. كنت بشتغل في شركه اسمها ليو فتره كده قبل مش عارفه امتى, 2012 باين, مش فاكره, او 2011. كان المدير بتاع الشركه دي راجل عظيم جدا, مش هقول على اسمه, رئيس مجلس الاداره عشان هو مش موجود دلوقتي في الشركه. يعني كان عامل يافطه كده جميله قوي كنت احب اقراها. كان عامل يافطه بالانجليزي فيما معناه يعني ان محظوظ قوي اللي شغله هو هوايته او شغله هو شغفه. مين فيكم شغله هو شغفه؟ انا شغلي شغفي, او بحوله لشغفي. يعني انا في اليوتيوب بقالي كتير, بس يعني للاسف في حاجات حصلت ربنا كان رايد ان هي ما تكملش, ويعني انشغلت بامور كتيره وحصل لي حاجات كتيره ممكن ابقى احكي لكم بعدين في الفيديو لو عايزينها ومهتمين بيها. انا ما اعرفش الفيديو ده لما ينزل لكم هكون كام 1000 سبسكرايب ولا كام سبسكرايب, بس انا بدات من الصفر, او بدات من اول وجديد. الماسك ده يستحسن ان انت تزوديه في التخن او تتخنيه شويه عشان تعرفي تشديه بكل سهوله. عملنا الماسك اهو, نظبطه بقى عشان نشوف هيظبط على الفاونديشن ولا لا.
الفرشه دي بتفرق ليه؟ لان انا بعمل ضوافري على طول اصلا، فالماسك ده بيلزق في الضوافر بيبقى اسود تحت الضوافر كده فمش حلو، فالفرشه دي فرقت معايا. فطبعا انا بطلب منكم لايك وسبسكرايب لان انا نفسي ارجع تاني لشغف اليوتيوب، واليوتيوب بياخد وقت على من يعني، بس التعب يعني عمر ما واحد تعب في حاجة وما نجحتش يعني، كل حاجة بنتعب فيها بننجح فيها حتى الثانوية العامة. وحتى لو ما جبتيش مجموع كويس في الثانوية العامة او في الجامعة تقدير كويس او كده، ربنا بيديكي في الشغل بقى، فاهمة؟ ربنا بيوفقك في الشغل، ربنا بيوفقك في رزقك، ربنا بيوفقك في اي حاجة، في الحب، في الحياة عموما، كده كده ربنا هيديكي يعني على قد التعب اللي بتتعبيه.